معنا من شرم الشيخ الزميل محمد عبد الله موفد القناة لتغطية الحدث. محمد، هل وضعتنا في الأجواء حتى الآن؟ نعم منى، يعني بالفعل مشهد ربما مدينة شرم الشيخ ما بين الشهر والآخر تتغير معالم المدينة واللافتات في المدينة لاستضافة مؤتمر جديد. هذه المرة هو المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، واللي تستضيفه مصر لأول مرة. طوال المدينة وفي الطريق المؤدي إلى مطار شرم الشيخ وأيضا في القاعة الرئيسية هنا في قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، اللافتات تكتسي شوارع مدينة شرم الشيخ للتنويه وللإعلان عن انطلاق هذا المؤتمر الهام والأهم، الترحيب بالوفود. هناك وفود من 51 دولة إفريقية من وزراء الداخلية والعدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد والكسب غير المشروع سيحضرون هذا المؤتمر الهام. أيضا تم توجيه الدعوة لأربع دول عربية كضيف شرف، هي السعودية والأردن والكويت و الإمارات العربية المتحدة. زخم كبير تشهده مدينة شرم الشيخ، استعدادات كبيرة تشهدها مدينة شرم الشيخ لاستضافة هذا المؤتمر الهام. بالتأكيد المؤتمر له رسائل عدة، رسائل كبيرة. موضوع التنمية هو الهم الأساسي الذي يشغل دول القارة الإفريقية. كنا نتابع على مدار الأيام الفائتة وانطلاق قمة الاتحاد الإفريقي بداية هذا العام التركيز على موضوع التنمية، وبالتأكيد حينما نتحدث عن التنمية يرتبط بها مكافحة الفساد. يعني هناك رقم مخيف تم الإعلان عنه يشير إلى أهمية هذا المؤتمر، وأن هناك 50 مليار دولار بتستندفها الدول الأفريقية، بتضيع على الدول الأفريقية. نظرا هذا الرقم هو أموال غير مشروعة بيتم تهريبها خارج القارة الأفريقية، وبالتالي بتضيع هذه الأموال على الشعوب وعلى التنمية داخل القارة الأفريقية. ومن ثم يأتي عملية التعاون والتشاور ما بين الدول الأفريقية بعضها البعض لوضع خطط للتعامل مع ملف الفساد. والهدف الأساسي من هذا الملف هو خدمة التنمية في القارة الإفريقية. الفساد مثلما أجمع الخبراء وأجمعت كلمات الرؤساء الوفود خلال القمم الإفريقية السابقة بأن الفساد يقف حجر عثرة أمام أجندة التنمية للاتحاد الإفريقي 2063. ومن ثم هناك عدد من المحاور الهامة التي يناقشها هذا المؤتمر، والذي رفع شعار التنمية في مواجهة الفساد، والتنمية هي أساس النزاهة وأساس أو التنمية هي أساس مكافحة الفساد. عذرا على ما حدث. نعم. وبالتالي نحن أمام مؤتمر هام ينتظره، وبالوفود التي ستشارك في هذا المؤتمر نحن أمام مؤتمر هام سيناقش العديد والعديد من الملفات الخاصة. نعم. بكيف يمكن للدول الأفريقية أن تتعاون وأن تضع أيدها في أيد بعض للوقوف في وجه الفساد، ومن ثم للنهوض بالدول الأفريقية والسير في ضرب التنمية. نعم. نعم، أشكرك محمد عبد الله موفد النيل للأخبار لتغطية المؤتمر في شرم الشيخ، وبالتأكيد سنعود مرارا لنقل وقائع المؤتمر وتفاصيله. شكرا لك.